حروح لفقرتنا الطبية. الفقرة الطبية سلمى اليوم كمان مستمرين يمكن نجاوب على كثير من أسئلة الناس، ومن ضمنها مسكنات يلي اليوم يمكن أي شخص بيتعرض لي يمكن ألم بسيط أو ألم كبير بيلجأ دائما للحبوب المسكنة سلمى، وحتى بعض العمليات الجراحية توصف الأدوية المسكنة للآلام، وبعضها بيكون مرافق للأدوية النفسية كمان. صحيحة فرح، والمشكلة حاليا أنه بعض هاي الأدوية المسكنة ممكن يكون تأثيرها خطير، وخصوصا إذا تم تناولها من دون استشارة طبية وبدون حاجة. البعض بيستمر بهاي الأدوية المسكنة، في منه ممكن يوصل لحالة إدمانية بهذا الموضوع. هاي تفاصيل وغيرها كثير من الأسئلة عن المسكنات رح نتعرف عليها أكثر، وعن تأثيرها النفسي على صحة الجسم مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور مازن خليل، وهو اختصاصي في طب النفس ورئيس رابطة الأطباء النفسيين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، يشرفني وجودي معكم. الأخبارية السورية. سعيدين بوجودك دكتور. خلينا بالبداية نعرف الفرق بين المسكنات وبين الأدوية النفسية. طبعا هناك فرق كبير بين المسكنات طبعاً. وبين الأدوية النفسية. المسكنات هي من أجل تسكين الألم. الألم نوعين بالدرجة الأولى، ألم حاد بصير نتيجة ردة، بصير نتيجة أزمة بالمعدة بتسبب لي ألم بمعدتي بشكل مفاجئ، أزمة بالصدر بتسبب لي ألم بالصدر. إذن هذا الألم الحاد، وفي الألم المزمن، شخص دائما بيعاني من آلام جسدية مستمرة، ممكن يكون أساسها أمراض مزمنة مثل أمراض الروماتيزم أو أمراض تانية عضلية بتسبب آلام طويلة الأمد. نعم. تأخذ وقت. المسكنات أنواع. كمسكنات في عنا مسكنات، أشهر مسكن على الإطلاق اللي أكثر استخداما هو السيتامول، السيتامينوفين، وهو يستخدم بشكل عادي لكثير من الحالات، ألم الأضراس، الصداع، أحيانا ألم بالجسم، أحيانا ألم بالظهر، بيستخدموها الناس بشكل روتيني وبدون وصف الطبيب. هالدواء هذا دواء جيد، لكن لما بناخده بكميات كبيرة يصبح دواء سام للكبد. فبدنا نعرف انه نحن ممكن الحبة والحبتين مقبولين، بس لما بدنا نبدأ نكتر بدنا ننتبه نستشير الأخصائي اللي بيفهم بهيك قصة. بعدين تيجي المسكنات الأخرى اللي هي بيسموها نون ستيرويدز، المسكنات اللاستيرويدية اللي هي الأسبرين، اللي هي الديكلوفيناك، هدول الأشهر استخداما، البيروكسيتام لما بيكون في ألم مفاصل شديدة، الإيبوبروفين. لكن هدول كلياتهم لهم آثارهم على الجسم، وخاصة على الكلاوي وعلى الضغط. فبدنا ننتبه، مريض ضغط ما بصير ياخذ منهم، مريض عنده إصابة بالكلاوي ما بصير ياخذ منهم. هلا المسكنات الأشد واللي البعض بيفكروها أنه هي أدوية نفسية هي المسكنات الأفيونية. نعم. الأفيونية اللي هي المورفين ومشتقاته، الترامادول اللي بتسمعوا عنه، أوكسيتوسين. يعني في هدول عبارة عن مسكنات عالية تستخدم بالآلام الشديدة. بالألم الشديد، وهي اللي عادة بيصفوها الأطباء بعد عمل جراحي يعني، وبيكون أحيانا لفترة معينة، لفترة قصيرة لازم يكون لفترة قصيرة. طيب دكتور، هلأ كمان شائع في كتير أدوية بيسموها أنه هي مضادات اكتئاب وتأثيرها خفيف، وعم تنوصف للأشخاص بشكل عام وبيقولوا أنه هي ما لها تأثير إدماني، فهل هذا الكلام صحيح؟ شوفي، كل الأدوية النفسية الأساسية متهمة بتسبيب الإدمان. أغلب المرضى اللي بيجوا دكتور أنا ما بدي دواء لأنه هذا بأدمن عليه. الأدوية النفسية مثل الأدوية العضوية مصنفة إلى تصنيف، ما في شيء اسمه والله فقط أدوية نفسية. في مضادات اكتئاب، في مضادات قلق، في مضادات ذهان للناس اللي بيدخلوا بحالات الانفصام عن الواقع. تمام. في معدلات مزاج ومثبتات مزاج تنعطى لما بيكون في اضطراب بالمزاج، طالع نازل المزاج تبعه، ما عم بينام بالليل،
تمام، هدول أدوية. الحقيقة مضادات الاكتئاب هي تستخدم كمسكنات ألم ببعض الحالات من الآلام المزمنة غير المستجيبة، ما عم تستجيب، فنحن ما بنعطيها لحالة، بنعطيها كدواء داعم يساعد الأدوية المسكنة الأخرى كونه إلى تأثير مركزي. لأنه خلينا ناخد شغلة، إنسان عم بيعاني من ألم مزمن نفسيته بتتعب، صحيح. أنا كل يوم عم بتألم، كل يوم موجوع، بصير نق، بصير أنا كمان عم روح على الاكتئاب، صح. لذلك أدوية الاكتئاب بتفيدني، بتحسن مزاجه، بالإضافة إلى تأثير مركزي صغير على تسكين الألم فقط، أما لا بتسبب إدمان ولا بتسبب تعلق أبدا، خاصة مضادات الاكتئاب بكافة أنواعها، التقليدية القديمة، ثلاثيات الحلقة ومشتقاتها، الأدوية مثل البروزاك والسيروسات وهدول الأدوية والدلوكستين اللي هن عبارة عن مثبطات عودة التقاط السيروتونين أو السيروتونين والنور إبينفرين، مشان لما بيمنعوا عودة التقاطهم بيرتفعوا بالدماغ بيرفعوا المزاج، فلذلك بالعامية بيقولوا هدول هرمون السعادة. ليه؟ لأنه السيروتونين والنور أدرينالين بيشعروا الإنسان بالطاقة، فبيشعر أنه هو سعيد. كل الأشخاص قادرين دكتور، يعني حتى تسكين الألم أنا بدي أحكي عليه، تسكين الألم بالآلام المزمنة ممكن نحن الشخص نوجهه يعمل تمارين تنفس، يعمل رياضة، تمام، يحاول ينشط نفسه، يعمل نشاطات مفرحة لإله، يروح مع رفقاته، يروح رحلات، صح. عوض ما أنه أنا متألم وقاعد وبس شغلتي عم بشكي، بيقوموا هدول بيحسنوا له الألم تبعه بدون أدوية، ممكن ما يضطر لي تناول الأدوية بينها. لا هلا أدوية لما بيكون في ألم مرض، يعني مرض نحكي عن الحالة النفسية والمزاجية. اليوم كثير من الناس عم تعاني من تقلبات المزاج مثل ما حكى الدكتور، هون أمتى بتلجأ لأدوية؟ بتقوله أنت فعلا بحاجة لأدوية مساعدة لتحسين المزاج، ولا نحن ما نوصلت لمرحلة الاكتئاب الشديدة، وأنت بتنصحهم إن كان بالتمارين الرياضية بالاكتئابات الخفيفة والمتوسطة وبحالات القلق الخفيف، كل المعالجات النفسية الداعمة، الوضع الاجتماعي الدائم، البيئة المحيطة، تمام، بالإضافة لقيامه ببعض الأنشطة، تغيير روتين الحياة اللي هو عم بيعيشه، هذا كله بيخفف. بس في حالات نحن ما في حل، يعني أنا بس شخص اكتئاب شديد وعنده خطورة أفكار انتحارية وعنده يأس مطلق من الحياة، بدي ساعده ولو بالمرحلة الأولى بس لينطلق. نعم. أما بموضوع تقلبات المزاج، وهون منروح باتجاه اضطراب اسمه ثنائي القطب، يعني مرة بيدخل بنوبة اكتئاب، مرة بيدخل بنوبة فرط طاقة شديد، الدواء كتير أساسي بالعلاج. العلاج النفسي بيجي علاج داعم وليس هو الأساس. بالفصام مثلا، بحالات الزهان، الدواء هو الأساس. قد ما حاولنا بالعلاج النفسي ما بنقدر إنه المريض يكون منيح، بدنا ندعمه بالأدوية، بس طبعا هي مخطط الأدوية. أحيانا المريض بيجي مرة واحدة، بيوصف له الطبيب بيقول له خليك على تواصل معي أو راجعني. هم عفوا دكتور، هم تكون مرافقة بجلسات للمريض لحتى مثل ما بنقول يستمع له، يشوف تطور الحالة أو حتى نسبة التعافي أو لا، ما في داعي بهي الحالة. هي المشكلة اللي لازم نطرحها بالمجتمع، تمام. لما بيكون المريض دهاني أو مريض اضطراب ثنائي القطب هو خارج عن السيطرة، كيف أنا بدي أعمل له جلسات؟ بدي أول شيء يروق، يصير منيح، أقدر أتواصل معه بشكل سليم، ما أبدأ التواصل هو بحالة انفعال شديد. لما بيروق على الأدوية تبدأ هون الجلسات الداعمة للعودة للحياة الطبيعية، تذكر كيف كنت قبل هالحالة، لأنه هدول أغلبيتهم غير مستبصرين، يعني ما بيقولوا أنا مريض، نعم. شوف الدنيا كلها مريضة وهو ما أنه مريض، صحيح. تمام، فهون بدي نشغل عليه دوائيا، في حالات نضطر ندخلها مشفى، وفي حالات لما المريض ما بيرضى بالمشفى وبيشكل خطورة على نفسه أو على المجتمع
نلجأ للقانون لحتى يدخل على المشفى بشكل نظامي. نعم. ما يأذي حاله أو يأذي اللي حوله. طيب دكتور، بعض الأشخاص بيعانوا من اضطرابات، يعني بيظهروا بالشكل العام أنه هن سويين وقادرين يتعاملوا بالمجتمع، ولكن هن فعليا بيعانوا من اضطرابات، بيعانوا من ثورات غضب، بيعانوا من حالات اكتئاب، كيف ممكن يتم التعامل معهم؟ هلأ في حالات بدنا نشوف هدول أغلب الحالات اللي عايشين بالمجتمع ضمن الرينج الطبيعي. رينج طبيعي، في نحن بشر ما كلنا مثل بعضنا، أكيد. كلنا مختلفين عن بعض، ففي حد أدنى وحد أعلى. أنا برأيي الإنسان اللي عايش ضمن هاي الحدود وعم بيقوم بوظائفيته، يعني عم بيروح بيشتغل، بيرجع على بيته بيقوم بمهامه ضمن الأسرة، بيستطيع يخدم أسرته، يساعدهم، يوقف معهم، بيدخل بمجتمعه، بيطلع مع رفقاته، هذا عم بيمارس وظائفيته المجتمعية والحياتية كاملة. أما عنده صفات بشخصيته ما بتعجبنا، هو هيك في طبع تركيبة. في طبع، إلا إذا هالطبع تجاوز حدود معينة بصير اسمه اضطراب شخصية. هون بصير الصفات بشخصيته، الصفات غير المناسبة اجتماعيا هي المسيطرة، وهون بدنا نتدخل. بدنا نتدخل، وما هو أمر سهل. في بعض أنواع الشخصيات مثل الشخصية الحدية، الشخصية السايكوباتية المعادية للمجتمع، هدول شخصيات المجتمع بيعاني منهم، بينما في شخصيات تانية هي اللي بتعاني، شخصية قلقة، شخصية وسواسية، شخصية فصامية، ما أنه فصامي بس هو شخصية فصامية، بميل للعزلة، بميل لقراءة الفلسفة، بميل للتعامل مع الحيوانات، هاي صفات، بس هو عايش. طالما أنا برأيي الإنسان ما عم بيسبب أذية لنفسه، ما عم بيسبب أذية للآخرين، تمام؟ نعم. ما عم يرتكب حماقات اجتماعية أو قانونية، وعم يقدر يطلع وبفوت. في كتير من شخصيات فصامية بتلاقي بشغلته بيروح على وظيفته، بيخلص وظيفته، موظف كاتب، بيخلص كذا، بيرجع على بيته، بيأكل لقمة، بيتسطح، بينام، بفيق المساء، بيعمل له جولة صغيرة وبرجع على بيته وعايش هيك. طيب هو رضيان، ليش أدخل حياته؟ ما في داعي للتدخل. بعض الحالات لكن دكتور هي حالات يمكن تأذي مع اختلاف شدة الأذى لأشخاص المحيطين من مختلف الأمراض النفسية، لكن هو رافض يلجأ لطبيب نفسي بشكل كامل. هون أهل المريض أو أهل الشخص اللي مو شاعر بمرضه بيلجأوا للطبيب النفسي، إنه دكتور نحن فينا نعالجه دوائيا بدون حضوره، كيف يكون التعامل اليوم مع هذا الشخص؟ هذا مرفوض. في حال عدم اقتناعه تماما باللجوء للطبيب، هذا مرفوض. مرفوض، مرفوض، لأنه ما بيصير. ما بيصير أنا أعطي دواء لإنسان هو رافض يأخذ الدواء رغم هو عم يأذي. الأذية بلجأ للقانون. في قانون بالدولة بيقول الشخص اللي ما هو مستبصر بمرضه عم يرتكب تصرفات غير طبيعية، بيقدروا يروحوا الأهل لعند القاضي بيقولوا له أنه نحن عنا ابن رافض العلاج، رافض كذا، رافض كذا، بيتحول على طبيب شرعي، الطبيب الشرعي بيفحصه، لا قادر يكتشف الحالة ويحولها على المشفى، بيحولها من عنده، مو قادر بيحولها على مركز للأمراض النفسية موجود، بيفحصه أطباء نفسيين بيقولوا شو وضعه وبيتحول للمكان المناسب للعلاج. هون بصير العلاج إلزامي بأمر القانون، وهذا بكل العالم، مو بس عنا هون، مو بس عدا أبدا. يعني أنا عشت فترة بالسويد، كان إذا إجاني حالة إسعافية بالليل بالمشفى بناوب، بشوفه لقيته مريض بسجل وبقبله للصبح، بس الصبح بدي أقدم ريبورت، روح على المحكمة أقدم ريبورت ليش أنا حطيته بالمشفى. نعم. تمام، والقاضي حط لي ختم ويقول لي أنت استطعت توصل الصورة ونحن رضيانين، أو بيقول لي ممنوع تخليه، بقول له انه هذا بشكل خطوره، ما خلص ممنوع، ايه ممنوع،
قديه بتختلف اليوم التعامل دكتور؟ انت حضرتك مثل ما قلت كنت برا وموجود هون، رغم كل هالتطور اللي عم نعيش فيه وكل محاولات التثقيف ان كان الاعلام وغيرها اللي هلا حاليا عم يحكوا باهميه الصحه النفسيه وضرورتها، مع ذلك ما زالت مجتمعاتنا ضعيفه جدا بموضوع الصحه النفسيه والتثقيف النفسي. طبعا لسه لهلا يعني برغم انا اسفه بس في وصمه اليوم الشخص عادي جدا يروح عند دكتور تنحيف، بيقبل انه هو سمين بده ينحف بيغير هي النظره، بس ما بيقبل انه هو تعبان نفسيا بده يصلح نفسيته. الوصمه موجوده بكل العالم لكن نحن عندنا زياده ما زالت كبيره. بالاضافه العاملين بالصحه النفسيه ما زالت اعدادهم قليله ولا يوجد ترخيص. ترخيص هلا بنسمع في فلانة عم تعالج نفسيا، تعمل جلسات، هي ما أنا طبيبة بس هي بتعمل جلسات، جلسات علاج نفسي. لا يوجد ترخيص ولا قانون بسوريا يرخص عمل العلاج النفسي. ليه؟ لأنه نحن لحديت هلأ ما صار عنا بجامعة دمشق ماجستير اسمه ماجستير علاج نفسي سريري. هذا الماجستير بس يصير اللي بيخضعوا له هدول قادرين على ممارسة العلاج النفسي وبحاجة لفترة تدريبية طويلة ليستطيعوا يعالجوا نفسيا لحالهم. إذا نحن في تقصير بالأساس بهذا الموضوع كتير، فأغلب اللي عم بيمارسوا هلأ العلاج النفسي كعلاج نفسي غير الأطباء، غير الأطباء هن عم بيمارسوا العلاج النفسي بخبرة سريرية وليس بشهادة. يعني يمكن في شهادة أو تنتين بكل سوريا اللي هن شهادات نظامية كعلاج نفسي، والباقي هن كخبرات سريرية أو عاملين دورات مع منظمة الصحة العالمية لمدة 6 شهور أو لمدة شهرين، وهي الدورات أهلتهم أنه يشتغلوا بالعلاج النفسي. لكن حتى منظمة الصحة العالمية لأنه تعرف أنه الدورات ما أعطتهم شهادة. يعني أنا ما نضد أن خدموا بفترة، خاصة بفترة الحرب لا شك خدموا بشكل منيح ضمن المنظمات ضمن الجمعيات السورية، خدموا كتير المرضى وساعدوهم على الأقل بدعمهم نفسيا بوجود شخص يشعروا أنه ارتكاز لهم بلحظة بيحكوا معه. تمام. طبعا احنا بالفترة الأخيرة بموضوع العلاج النفسي أنشأنا عام 2021 منصة فضفضة اللي أنا السوبرفايزر تبعها اللي هي العلاج النفسي أونلاين بيتم، ونحن هلأ بصدد الوصول لرقم 13,000 مستفيد بمعدل وسطي بين 5 إلى 8 جلسات لكل مريض خلال هالفترة هاي، وحققت نجاح كبير وأصبحت الناس بحاجتها. نحن قدرنا وصلنا للناس اللي ما بيقدروا يجوا على الطبيب، نكسر هالحاجز شوي، حاجز الخوف الخجل. الحقيقة اجت كورونا، نحن كنا عم نفكر فيه قبل بس اجت كورونا، كنا عم نفكر بس بالسيدات المعنفات او السيدات اللي عم يتعرضوا لمشاكل ببيوتهم الكبيره ولأذى، فنحن لقينا المجتمع كله بحاجه. أكيد بهي الظروف وبهي الضغوطات وبآثار الحرب أكيد كل المجتمع بيعزل، لكن فكرة هي المنصة هي فكرة كتير حلوة اليوم، ومثل ما قلنا بتوفر على الناس كتير يمكن من خجل، حالات الخجل، حالات يمكن هو ما عنده قدرة يتوجه لطبيب أو ببعض الأحيان مثلا أوقات ما أنا مناسبة بالنسبة له. هون كيف بيكون التعامل بين المريض؟ كيف بتكون جلسات المتابعة؟ الأطباء المسؤولين هل هم فعلا أصحاب خبرة حقيقية بالتعامل ومتابعة الحالة؟ أولا كأطباء نحن اخترنا كأطباء خيرة الأطباء كأطباء، نعم، مو كمعالجين. خيرة الأطباء وكمعالجين اخترنا أغلب المعالجين اللي بيحملوا شهادة دكتوراه، مو بيحمل ليسانس، نعم، بيخلص ماجستير ومعه دكتوراه. في منهم معالجين بشهادات، في منهم لا، هن معالجين اشتغلوا مع الدبليو اتش او، اشتغلوا بجهات معينة، اخذوا خبرات ومعهم شهادات ماسترز صغيرة بالعلاج، لكن اشتغلوا بالعلاج وصار عندهم خبرة منيحة. بالاضافة هن عم يخضعوا لاشراف الاطباء الرئيسيين. نعم. فنظام فضفضة بيدخل على الشكل التالي،
فضفضة موجود بيدخل عليه بيطلع له أنه سجل بياناته، بيحط الرقم الاسم اللي بده إياه، هو حر يختار الاسم اللي بده إياه. نعم. له الحرية الكاملة، بيحط رقم هاتفه، بناء على الرقم الهاتف في دكتورة معنا مع دكتوراه بإدارة المشاريع الصحية من الولايات المتحدة الأمريكية، هي بتتواصل معهم بتحكي معهم إنه أنت شو مشكلتك، شو بدك، بتحب معالجة، بتحب معالج، بتحب طبيب، بتحب طبيبة، شو بدك، وين المشكلة الأكثر، لأنه نحن نعرف حالنا كفريق إنه هذا الطبيب ماهر بهالنقطة هاي، هذا الطبيب، هاي المعالجة ماهرة بهالنقطة أكثر، فهي تستطيع توزعهم. طبعا هذا كل ياته بشكل يومي، أنا لازم أفتح البرنامج وشوف كل شيء كيف عم يتحول. مأجور دكتور؟ مأجور؟ شو؟ منصة مأجورة؟ لا، ما أنا مأجورة، المنصة كلها مجانية ومدعومة من UNDP. UNDP هو بيدفع تكاليفة. نعم. بعد ما يتشخص من قبل الطبيب، حط له تشخيص، حط شو مرضه، بحط له الخطة العلاجية، بيحوله على المعالج المناسب. المعالج المناسب ببلش معه جلسات، وجلسات نظامية، بيقول له نحن بالجلسة الأولى بيتعرف عليه، بياخد معلومات منه، بيقول له بدنا نعمل عقد علاجي، نتفق على الوقت، نتفق على الزمن. صحيح. نحترم بعضنا ووقتنا، لأنه أنا عندي مثلا أشغال، أنت عندك أشغال، بيختاروا الوقت المناسب، وهيك بتبلش المرحلة العلاجية. عندنا خدمة أكبر من هاي، هو السوشيال وركر، اللي هن الباحثات الاجتماعيات. بلكي إنسان طلع بده شغل، بده دعم سلة غذائية، بده مصاري، بده أي شيء، عندهم خريطة الخدمات الصحية والإنسانية بكل سوريا. وين أنت ساكن؟ بحمص. أقرب مكان لك هالمكان، بيتواصلوا معه، بيعملوا كونتاكت بيناتهم، بيخلوه ياخذ الخدمة على الأرض. نحن ما بنوصف أدوية لأسباب، رغم معنا أطباء وأطباء رائعين، بس ما بنوصف أدوية لسبب. بالقانون السوري الوصفة الطبية الألكترونية حتى الآن غير مرخصة، والتوقيع الألكتروني غير مرخص. بس يترخصوا ونفكر، بس يترخصوا ونفكر بالموضوع، ماشيين بالحوكمة. أكثر من هيك، قدمنا خدمة وخدمة كتير ناس الحقيقة. معنا معالجة نطق رائعة، فأغلب الحالات النطق والأطفال هي بيتحولوا لعندها، وهي بتفتح فيديو كول هي وياهن، تتواصل هي وياهن، وكتير حالات يعني إبداع. طيب دكتور مازن، بدي أسألك سؤال، بما أنه حكينا وحكينا بكتير تفاصيل، بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه الدواء متى ما وصف، وخصوصا الدواء النفسي لبعض الحالات، هو رح يضل عايش مع المريض مدى الحياة. نعم. وخصوصا في مثلا نسمع انه في ادويه بتعالج نقص معين، نقص املاح بالدماغ ما الى ذلك، هل فعلا هي الادويه او الوصفات هي دائما مستمره؟ ابدا، حسب او المرض. ممكن يصير في تغيير، وخصوصا هلا عم نشوف في حتى تطور بالعلاج، يعني سابقا ما كنا نعرف الابر، هلا صار في ابر مثلا بديله للحب وما الى ذلك. نعم. لا، هي الابر موجوده من الاول، قديمه، بس كل ما عم تتطور. كان في ابر شهريه، أبر كل 15 يوم، بعدين صار في أبر كل 3 شهور، هلا في أبر كل 6 شهور. يعني إذا مريض، نحن ليش بنلجأ للأبر؟ المريض اللي رافض العلاج، أنا كيف بدي أضمن التزامه بالدواء؟ صحيح. لما بعطيه أبرة كل 6 شهور، بقول له بتراجعني بعد 6 شهور، بيجي بياخذ أبرته، ضمنانه. تمام. أما إنه المريض بيتعالج بالأدوية على طول، لا. المريض حسب وضعه. حالة اكتئاب جديدة اجتني، الدواء لحتى أنا ما أدخل بمراحل نكس لاحقة، بس بلش بالتحسن، بده يستمر 9 شهور، بعدين بسحب الأدوية ببطء وبهدوء وعمهلي وبشوفه. إذا بدأت تتكرر النوب، هو تحول مو من انفصام من اكتئاب حاد، هو تحول لشيء اسمه اكتئاب مزمن، فأنا بستمر بالأدوية لأنه هو اكتئابه مزمن. طبعا هذا كلياته بحالات القلق والاكتئابات الخفيفة، كله بعد العلاجات النفسية الداعمة والجلسات النفسية، خاصة السلوكية المعرفية بالاكتئاب، تعطي نتائج مبهرة كتير منيحة.
بدنا نقول لك شكرا كثير دكتور لوجودك معنا للمعلومات اللي قدمت لناها. بدي اوجه شكر لكل الاطباء المشتركين بالمنصه واللي عم يقوموا بهذا العمل الانساني، مشكورين طبعا بدون ذكر اسماء جنود المجهولين. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، انا انبسطت كثير بوجودي معكم. نحن سعيدين بوجودك. الله يخليكم. شكرا لكم، ان شاء الله هيك بتضلوا تريحوا نفسيه الناس ان شاء الله، عن كان عن قريب وان كان حتى عن بعد. شكرا لك، اهلا وسهلا.